بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد مع دعاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يهدئ البال، وعندما كان يفعل أحدهم شيئا كان يدعو له بالمغفرة ويدعو له بالرحمة ويدعو له بالهداية ويدعو له بالرزق ونحو ذلك من أنواع الدعاء. ونال كل من دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفا من دعائه الشريف. اللهم يا ربنا ألحقنا بهم على الخير، ومتعنا بدعاء رسولنا لنا، واجعلنا من هذه الطائفة التي لا تزال منصورة إلى يوم القيامة، لا يضر من خالفهم، آمين. مرة أم الفضل رضي الله تعالى عنها رأت رؤيا في المنام ولم تعلم تأويلها. رأت في المنام عضوا من أعضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيتها، يعني كأنها رأت يد رسول الله أو قدم رسول الله، هناك جزء من جسدي الشريف موجود في البيت. ارتعبت، ما هذا؟ كيف أخذ هذا الجزء من جسد الشريف؟ وما الذي جعله يعني في بيتي؟ فذهبت وهي خائفة حتى تروي هذه الرؤيا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان رسول الله من أخلاقه أنه يحب التفاؤل في كل شيء. وتفسير الرؤى وتأويل الرؤى في الحقيقة أنه جزء من النبوة. وكان الإمام مالك يغضب من أولئك الذين يفسرون كل الرؤى وكأنهم يعلمون كل شيء، ويقول: أتتلاعبون بتراث النبوة؟ تأويل الرؤية من تراث النبوة، أتاه الله سبحانه وتعالى ليعقوب، أتاه الله سبحانه وتعالى لإبراهيم، أتاه الله سبحانه وتعالى ليوسف، فكان يؤول الرؤى. وبشك بلا شك وبدون شك أتاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتى رسول الله تأويل الرؤى. أم الفضل ذهبت إلى رسول الله وهي خائفة وقالت: يا رسول الله، رأيت اليوم عجبا. قال: ماذا رأيت؟ قال: رأيت جزءا وعضوا منك في بيتي. فضحك رسول الله وقال لها: خيرا، طمنها، خير. الرؤية بشرى، وكان يحب البشرى ويحب التفاؤل، ويقول إن الرؤية على جناح طائر، تقع عند أول تفسيرها، فلو فسرتها تفسيرا خطأ هتقع الخطأ ده. ولكن قال: إن فاطمة ابنتي ستلد، عارف ان فاطمة حامل وان في طفل هيجي، يا اما حسن يا اما حسين، ستلد فترضعينه، انت المرضعة بتاعته، فيبقى حسن في بيتك، ودام حسن في بيتك يبقى في جزء مني في بيتك، انما فاطمة بضعة مني، دي حتة مني، فالحسن والحسين وهم قطعة من داخل رحم الشريف لفاطمة عليها السلام، هو أيضا جزء من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يبقى إذن من لبن قثم، يعني قثم دي زي عمر، زفر، هبل على وزن فعل، قثم. ولذلك هي ممنوعة من الصرف للعالمية ووزن للعالمية والعدل، فهي عدل بها عن قاثم وعدل بها عن عامر، عمر عن عامر، وزفر عن زافر إلى آخره. كانت اسم فاعل الأول زافر وهابل وعامر وقاثم، ثم أصبحت فعل قثم. أم قثم سترضعينه مع قثم ابنك اللي سميتيه قثم، وقد كان وولدت السيدة فاطمة عليها السلام، وذهب الولد حتى ترضعه أم الفضل. شاب في رضاعة أم الفضل، فأصبحت أمه الثانية، أم الفضل أم سيدنا الحسين الثانية، الأولى الحقيقية التي ولدت فاطمة، والثانية هي أم الفضل. فلما تحرك، لما تحرك يعني بقى يروح ويجي وكده إلى آخره، يعني فطمته، يعني قربناه من عامين، فطمته وأتت به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فوضعه في حجره فرحان به. الحسين مني وأنا من حسين، يعني ده شبهي هيطلع زي، أنا منه وهو مني، إحنا الاثنين واحد، رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعليه السلام. فوضعه في حجر سنتين، عنده سنتين، فبال في حجر النبي، فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأم الفضل ما هو ابنها بقى، ما هو بترضعه دي لها سنتين، هو خبطت الحسين كده يعني ايه في كتفه، تقول كده برضو عملتها في كتف الحسين. فقال لها النبي يرحمك الله، يبقى دعالها. شوف ازاي الموقف، وشوف الدعوة جاية منين، وشوف التماس الصحابة وتحريهم أن يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم. لا تؤذي ابني، كده برضو وجعتيه. يعني طبعا هذه المشاهد الإنسانية العالية تدل على مدى الحب. فبتعمل كتف الحسين كده، كده برضو يا ولد. فقال لا تؤذي ابني، أوجعتي، يرحمك الله يا أم الفضل. وكلمة يرحمك الله التي خرجت من فم النبي صلى الله عليه وسلم كأنها جائزة، كأنها نشانا على صدر أم الفضل، ترويه أم الفضل هي هذه راوية الحديث وتفتخر به مدى حياتها، لأنها صدرت من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فدعا لها بهذا الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعهد أصحابه ويتعهد نساء الصحابة وصبيان الصحابة ويدعو لهم بالخير. إلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.